سمير كان إنسان واحد آخر كامل. قصة سمير بدأت بأب وخلصت بسمير. قصة تاعي بابا طلق يما وانا كنت طفل صغير، كنت طفل صغير بزاف، كان في عمري 10 سنين. تبحت الطريق المظلامة، بزاف ناس قالوا لي بعد منها وانا ما هدرت على حتى انسان، دائما في هذيك الطريق. ومن بعد قلت لقيتها سهله هذيك الطريق، قلت سهله نروح. سهله ويزيدوا يسهلوها لك الناس، هذوك واحد اخرين اللي يحبوك باش تروح في هذيك الطريق يزيدوا يسهلوها لك. على بيها انا هذيك الطريق بانت لي سهله، وبابا شغل كي طلق يما كنت في ضغط، في ضغط كبير كبير، شغل هذيك الحاجة اللي أثرت لي بزاف فيا يما. يعني احنا رانا كامل معك، رانا معك ورانا متضامنين معك. يعني شيء جميل انك ديجا فقت انك كنت في طريق الضلال وعاود حتى تولي ان شاء الله للطريق الجميل، طريق الحلال وطريق المستقيم. احنا رانا معك كامل سواء هنا في البلاطو ولا حتى الشعب. انا نقول الحمد لله يا رب، نشكرك على الشجاعه تاعك. الله يسلمك. انا نقول الحمد لله. هذيك شو هذه ماشي شجاعتي، هذه حاجه كنت فيها مظلامه ما كاش النور. بزاف ناس يقول لك انا نمشي في هذه الطريق راح تبين لي، باللي صح طريق مظلامه، طريق ماك مليح مع الناس، ماك مليح مع والديك، ماك مليح مع ربي سبحانه، مش مليح كاع معاهم. على بيها ان هذه طريق كسخوت يبينوها لك كبيره. لحق لي امام قال لي نعرفوا بابك، قال لي انت واش داك الطريق هذه، قال لي ماما هذه طريق ماشي تاعكم، قال لي ما تفرح لا والديك بها لا حتى انسان، قال لي تقبل هذا يا اختي. انا نعقب على الناس، امشي كفايح بشرى، امشي راك كفايح بد، امشي شغل يحوزوا فيا، شغل حاشك وحاشا قدركم، شغل كلبه ويمشي عليها. احنا زعما من بعد وليت نشوف في روحي باللي انا ماش راني ندير. بعد مرض كي مرض ثمايا صاحبي اللي كان يقول لي ارواح الروح نجيبو ونشرو ونقضو وكذا، ما جاش ليا. تبد روحو عليك، ما كاش نحوس عليه، ما كاش في هذه الطريق ما كاش انسان يحوس عليه. مخلف يما اللي وقفت معايا وقالت لي خلعت وليدي واش بيك، كنت مخبي عليها واحد الصوالح بزاف. هي اللي جات لي للسبيطار والطبيب قالها شوفي وليدك، شوفي انخلعت وليدي. دخلت للسبيطار؟ ايه دخلت للسبيطار على حساب قولهم تاع الشارع. ونحكي لك على حساب الشارع قالوا لي اكسيدو، ولا ماشي اكسيدو يا اختي، انا سبب روحي. هذاك النهار جا البابا للدار، مشيت انا مع يما، قال لها كيفا وطفل وكذا ومنا بدا يهدر. خرجت بديت نكسر، بديت نهدم، قلت له يا ودي روح انت مشيك بابا، شغل بابا، وليت نقول له روح انت مشيك بابا، نطلق يما ما راهوش بابا، نقولها ونعاودها. ولات امتي يا ودي يا سمير واش بيك واش يا، قلت له بلي هذا ماشي بابا، ما تقولوليش واش بي، هذا ماشي بابا. انت هنا كنت صغير؟ انا كنت هنا كنت صغير، ما نشفاش كاع روحي. من بعد وليت الناس شغل خلاص، وليت داء على العام نروح باش ننسى الروح نحب حبه كاشي، ولا نتكيف ولا نشرب ولا. ومن بعد كي مرض جات لي يما للسبيطار، نعاود لك الحكايه تاع السبيطار كيفاش. كي جات ما قالتلهمش ولي هذا ماشي وليدي ولا ما نكرتنيش، جات لي رفدتني قالت لي واش بيك. الطبيب كيحكي لها، وقفت يما قلت لي ما قدي الناس راك تشوف، والله يا اختي غير نعقب الناس وش يقولوا. شو هذا يما، هيا ودي يما. تاسفت على ضميري، رحت الامام قلت له، قال لي يا سمير خويا كاين زوج حوايج ديرهم، تربحهم مع الشعب وتربحهم مع ربي سبحانه وحتى والديك. قال لي روح اطلب من عندهم السماح، غلطت معاه واركع على ربي سبحانه.
قال لي لخت اكبر حاجه درتها قال لي بها بك بالك يسمح. قال لي لخ بالك يسمح. قال لي ربي سبحانه. قال لي روح اركع له. كي قال لي ثم يا دوشت اختي وخرجت اركحت لربي. ولاد حومتي بزاف يجوا يدوني يقولوا لي اير خلاص الحرام حرام خلينا منه الحرام خلينا منه الحرام خلاص. بزاف ناس حبيت نخرجهم من الحرام. انت تخرجوا يجي لي واحد يقول له لا لا هذيك لا لا هذيك هذيك بشي ها ما تديش عليه. انت كيف هذا يجي يفتي عليك؟ هذا هو يجي يفتي عليك يا ودي. كان يا ودي نوري لك تصاوروا تنخلع. ومن بعد انا كنت نغزر فيه وليت نقول له ايه صح انا ركحت لربي راني حبوك راني حب الجزائريين كامل يركعوا لربي يعرفوا شنو يديروا. ما كاين سمير واحد في الجزائر كاين عرام سمير حكايتي صار لي بزاف ناس. بصح انا عندي ضغط على والدي نورمالمون نلحق اليما الحمد لله يا ربي. شوف كبرت زوجتني ولات عندي امراه الحمد لله يا ربي. يا ودي هذيك الخدمه هذيك النعمه من عند ربي نشكره صباح وحشي يا ربي يا حضره.